المساحة تاعها والطاقة الطاقة الاستيعابية تاعها أصبحت لا تستوعب الجالية المغربية، لأن البناء تاعها تم في أواخر السبعينات وحنا كنعيشوا في 2015 والجالية تكاثرت بشكل وتير. يعني مثل هاد الملاحظة كان الناس هاد الناس كان ينبهوا للنقاط المهمة التي تخدم الجالية، وهذا المقال يعني يضر بالمصلحه الوطنيه ويضر حتى بالجاليه، لانه يدخل الشكوك على المواطنين المغاربه المقيمين والتابعين للدائره القنصليه انتوربن. ولكن حسب رايي الشخصي واعتقادي وتجربتي ان هذا المقال خاطئ، ويجب متابعه وملاحقه هؤلاء الناس ملاحقه قضائيه، لانه مساس بكل مغربي وبكل مغربيه، ويجب العمل على خلق واحد الروح وطنيه من اجل اصلاح المسائل المهمه. اما هذه التعليقات الجانبيه هي مبنيه على اساس اعتبارات ضيقه، الحساسات الشخصيه، تصفيه الحسابات. السيد القنصل منذ قدومه الى القنصليه في 1 سبتمبر 2012 يقوم بعمل جبار بالتنسيق مع الجمعيات، بالملاحظه الاساسيه كذلك ان كان هناك ازدحام في القنصليه، لكن مع قدومها القنصل اعطى واحد الوتيره اداريه جديده، اصبح المواطن لا يعني المده تاع الاستغراق تاع الوقت تاعو باش يقضي الغرض تاعو الاداري ولا لا يستغرق وقت طويلة، وكاين نزل شخصيا من المكتب ديالو الى المصالح المختلفه، وكان اي نقاش او اي تعطيل اداري ولا يقوم بمراقبته وبالسهر على حله في انه. يعني هو يمارس عمل بصفته القنصل ويمارس عمل وظيفي اداري، انه يراقب المصالح ويسهر على مصالح المهاجرين المغاربه التابعين لهذه القنصليه. ان هذا المقال هذا خاطئ 100%، ويجب رفضه جملة وتفصيلة. يعني على الأقل هاد الناس كانوا يتصلوا بالناس اللي عندهم خبرة وعندهم احتكاك مع القنصلية وعارفين دواليب الإدارة نتاع القنصلية العامة. وأنا ضريت كمواطن مغربي وكمهاجر مغربي بهذا المقال، واتصلت بواحد الجمعية البارحة ليلا حول، يعني سألوني هكذا سي طبيب انت عندك اتصال مع القنصليه وعندك هاسموس معنا، يعني فنتو جمله التفصيله، وبناء على هذه الشهاده ديك الجمعيه يعني ختمت هذا الموضوع هذا. يعني نساقت الشهاده ديالي، وانا مستعد باش ندي هذه الشهاده امام جميع الادارات العموميه ولا المحاكم، من القنصليه نزيهه وتعتبر يعني وكتطور يعني وتاخذ واحد المقر اللي هو اوسع من هذا المقر باش تكون الخدمات يعني متاحه للجميع، والمده تاع نتاع الانتظار ما تكونش كثيره. هذا هو اللي مهم جدا. اما هاد الحساسات الشخصيه وهاد التعليقات الهاويه لا اسلم من الصحه وشكرا. والمقال يعني نقول لك اي واحد حر باش يقول، ولكن كما كيقولوا الدليل فينا هو؟ فينا هو الدليل؟ من يدعي شيئا اثبته يثبتوا بالدليل قاطع. اما باش انا نمشي نشوه الصوره ديال واحد المؤسسه سواء كانت قنصليه او غيرها ما يمكنش. انني ندعي واحد الحاجه بلا ما نثبتها. وثانيا حتى هذو الناس اللي كيمشيو مثلا يدعيوا هذا الشيء، فكاين رئيس ديال المصلحه هو القنصل، ربما علاش ما تقدموش بالشكايه للقنصليه؟ يعني انا كنعرف انا الا كان مثلا تمسيت من طرف واحد الموظف سواء كان كاتب او لا كسميتو كيطلب الديل او لا قنصل، كنطلع رئيس المصلحه وكنحط الاخر ديالي على الاقل بعدا نعرف. اما باش ندعي انا هذا راه اساء ليا يعني او لا طلب لي التليفون، ما كنعتبرها انا يعني واحد الحاجه مثلا يعني غير ملفقه فقط من اجل المس، او لا كاين ربما كاين شي تصفيه حساب مع شي واحد ولا
الشيء اللي نقدر نقول ديال القنصلة انا نشوفها مزيانه يعني في المستوى. عندي ملاحظه واحده، ان الموظفين ماشي كافيين بالنسبه للعدد ديال الناس اللي كاينين هنا. المنطقه ديال اونفيرس والمحيطه بها كاينين بزاف ديال المغاربه، تبان لنا العدد ديال الموظفين اقل، خاصه بلي خاص موظفين اكثر باش تكون يعني الخدمات تمشي بسهوله اكثر. وكما قلت لك على برا البنايه ممكن انهم تحتاجوا بنايه جديده او بنايه اكبر من هذه اللي يقدروا هما يستافدوا منها كاملين كموظفين هنا، ويستافدوا منها حتى المواطنين. هادشي تيبان ليا الدور بالنسبه للجاليه المغربيه في اونفيرس، ولكن ما سمعتش هذا الخبر هذا. ولكن انا تتبان لي زعما هذه اشاعه ما عندها لا راس ولا رجلين، هذه اداره ومصلحه الناس المواطنين تيجي يوقدوا فيها يعني المصالح ديالهم الاداريه، يعني ما عندها حتى شي معنى انها تكون اشاعه بحال هذه. يمكن الناس عندهم نيه اخرى، ناس هنا تيجيو يديروا خدمتهم، ناس انا تنجي لهنا باش ندي واحد الوثيقه ما تنجيش لغرض اخر، ولا مواطن اخر تيجي يدي واحد الوثيقه ديالو. يعني ما انا بالنسبه لي ما نصدقش هذا الكلام هذا، لانها ما عندها حتى شي معنى، ما ماشي منطقيه بالنسبه لي. إلا قال لك شي واحد هذا الكلام هذا، قال لك بان اونفيرس القنصليه ديال اونفيرس وكر للدعاره، شنو غترد عليه؟ غنقول له سير الله يهديك. باش نقول ما تجاوبوش، اش غادي تجاوبوا؟ بنادم بحال هذا ما غاديش تجاوبوا. هذه ما تتيقش، لان هذه اداره عندهم السوايع اللي تيخدموا فيها. حنا تنجيو تنقضيو كمواطنين الحوايج ديالنا، حتى هما الناس عندهم اللي بغى يدير شي حاجه غيديرها في بلاصه اخرى، ما غاديرهاش في اداره عموميه. حتى ولو كان انسان اللي هو في راسه شي حاجه خايبه، ما غاديرهاش في اداره او في خدمته او هذه، يعني منطقيه ما مقبولاش. واش تلاقيتي مع القنصل هنا في الاداره لتحت؟ لا ما تلاقيتش مع القنصل، ما تعرفوش. انا دخلت ما تعرفش شكون تمشي، الناس اللي كاينين في لي بيرو في المصلحه، المكتب ديال صح الامضاءات او كذا او كذا، ديريكت ما